تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أزيد من 8000 أستاذ من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه يستلمون محاضر التنصيب عبر مختلف المؤسسات الجامعية للوطن في عملية هي الأولى من نوعها. هنا بجامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا العملية تشمل 306 أساتذة من صنف مساعد باء. كل مراحل جرت يعني بكل يعني السهولة، يعني درس الملفات، وكانت المقابلة في 7 أوت. واليوم يعني نظمت جامعة توري بومدين العلوم والتكنولوجيا حصة يعني لإمضاء محاضر تنصيب لهاد الأساتذة الجدد اللي رايحين يدعموا الطاقم تاع جامعة توري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، رايحين يحسنوا إن شاء الله التأطير. توظيف الأساتذة جرعة مهمة تأتي لسد ثغرة الأساتذة المغادرين، بالإضافة إلى الكم الهائل من الطلبة المتمدرسين. السنتين هذو الأخيرة عندنا حوالي 200 أستاذ اللي غادروا الجامعة يعني إثر التقاعد، وهذا كي وظفنا يعني 306 أستاذ، يعني هكذا إنسان يقول لك يعني هذا عدد كبير بزاف، ولكن لا، يعني يكتفي باش يكون التأطير أحسن وباش نحافظوا على جودة التكوين. حصة الأسد في عملية التوظيف شملت التخصصات العلمية والتقنية التي تتماشى مع متطلبات العصرنة ومسايرة مخطط الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني. بالنسبة لكلية الفيزياء في هذه الجامعة تحصلت على نسبة الأسد، حصة الأسد بهذا تقريبا 100 منصب شغل جديد، بالتدقيق 96 منصب. الأساتذة المنصبون بدورهم أشادوا بالعملية التي ستجعلهم جزءا من المرحلة المقبلة في تكوين وتأطير إطارات المستقبل. الحمد لله، دونك تم اليوم توجيهنا إلى جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا لإمضاء محاضر التنصيب. كانت سيرة العملية ناجحة جدا، ونشكر جميع طاقم جامعة هواري بومدين. الحمد لله أنه عطونا الفرصة العام هذا، إن شاء الله أعطونا الفرصة أنه نثبتوا روحنا على أساس خريجي جامعات الدولة الجزائرية، وإن شاء الله نكونوا في المستوى ونقدموا الأفضل للطلبة معنا. هي خطوة جديدة ضمن خطوات التوظيف التي تمس بالتدريج جميع المستويات، ينتظر أن تكون رافدا يدعم البحث العلمي والمؤسسات الجامعية حتى تنعكس في المستقبل على كل القطاعات.